يا جماعة زغليلة هي عمر 15 يوم بالظبط، وكانت طبعا النتاية بيضة يوم 25، يعني ما كملوش 10 أيام والحمد لله البيض أهو كده يا جماعة زي ما احنا شايفين. طبعا كان في بطء شوية في البيض. طب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنتكلم على ازاي تحافظ على حمامك بدون ادوية، ازاي تنتج كمان بدون ادوية مع الحمام بتاعك. فان شاء الله النهاردة هنتكلم على الاعشاب وفوائدها مع الحمام بتاعك. النهاردة طالع اقدم كمان عشبة مهمة جدا مع الحمام بتاعي، والعشبة دي لا غنى عنها، تقدمها مع الحمام لو مرة في الاسبوع عشان تحافظ على حمامك من كل الامراض، ينتج ويبقى انتاجك يبقى كويس. طبعا في ناس كتيرة جدا يا جماعة بتتكلم على انتاج الصيف مش زي انتاج الشتاء، والحمد لله انا ملاحظ ان في طفرة عندي عن نفسي من ساعة ما اشتغلت في الفترة اللي فاتت دي بالاعشاب، بقى لي حوالي شهرين ثلاثة كده شغال بالاعشاب. طول ما حمامك ما فيهوش اي حاجة يفضل انك انت تشتغل بالاعشاب. الاعشاب يا جماعة ان لم تنفع لن تضر، يعني كده كده انت بتقدمها مش هتضر حمامك، بل بالعكس هتنفع حمامك وهي طبعا بتنفع مش بتضر. فالاعشاب في الفترة اللي فاتت اللي انا اشتغلت فيها الحمد لله كان نسبة الانتاج عندي زادت شوية، غير لما كنت بشتغل وقاية بالادوية. فالحمد لله في طفرة حصلت معايا فحابب ان انا اتكلم عليها، والنهارده ان شاء الله هنتكلم على عشبة، بس حبيت ان انا اوصل رسالة انك انت طول ما حمامك مفيهوش اي حاجة يفضل انك انت تشتغل بالاعشاب، واحسن تربية للحمام هي تربية الاعشاب. اهتميت بالتغذية بتاعتي، زودت حاجات على الكلفة اللي هي زي الشعير مثلا. الشعير مهم جدا في الانتاج وبيساعد على سرعة الانتاج. كان في عنده صوص بتبدا ان هي تريح او ان هي يعني بتخلي الزغلول بتاعها يكبر وبعدين تبدا ان هي تبيض. طبعا كان اللصوص دي تعتبر لحم، فالحمد لله في سن معين كانت اللصوص اللحم دي دلوقتي بتنتج عليه، يعني الزغلول بيبقاش لسه مدفس، وبص الاقي النتايه بدات تحصي وترمي الحصى في البيض. مش بس كده، مع لصوص اللحم مع الحمام الزينه الحمد لله لم حطم تحت كل قص من اللصوص اللي عندي اكتر من كذا حصوايه للحمام اللي هو الزينه. وهنشوف دلوقتي كل حاجه عشان ما نبقاش ان احنا بنتكلم على اي حاجه في الفيديو وخلاص، لا هوريك كل حاجه ان شاء الله عملي، وهنتكلم على الوجبه اللي انا قدمها برضو عشان المصداقيه بس مع بعض في الكلام. هنشوف كده اول قص اللي هو القص الازرق النفاخ ده، ادي البيضة يا جماعة، يمكن انا كاتب عليها اهي تمام، نفاخ 4/7 النهاردة تمام كده بتاريخ 4/7، وان شاء الله هترمي البيضة التانية او الحصوات التانية. نيجي هنا بقى كده نشوف التحضين بتاعها في العين اللي قدامنا دي. دي الاول كده يا جماعة زغليلة هي عمر 15 يوم بالظبط، وكانت طبعا النتاية بيضة يوم 25، يعني ما كملوش 10 ايام والحمد لله البيض اهو كده يا جماعه زي ما احنا شايفين النتايه فوق. طبعا كان في بطء شويه في البيض. طبعا البيضه دي اللي هي بتاعه القص النفاخ اللي احنا لسه قايلين عليه من شويه، 21/6 اهو و4/6 البيض. طبعا بدا القص يرمي البيضه الثانيه، دي بيضه محضنها تحت القص اللاحم اللي هو بتاريخ 25/6، والزغاليل بتاعته كمان كانت لسه صغيره الحمد لله. برضو هنيجي هنا كده في قص بخار اهو، والحمد لله محضنين، وهنا برضو البيض اللي هو بتاع البخاره اهو برضو عشان نبقى شايفينه كده على السريع بس عشان ما نضيعش وقت الفيديو. اهي البيضه اللي اتحركت دي اهي كده يا جماعه 27/6 تمام. وادي الاصوص عندنا برضو الحمد لله كان على 10 ايام او 12 يوم اهي الزغليله اهي، وادي الاصوص بتاعتها اللي هي الكبيره برضو بيضه، بس عشان نشوف الفيديو برضو مع بعض كده يا جماعه. الاصوص دي والله كانت بطيئه جدا في الانتاج عندي اللي انا بتكلم عليها اللي هي دي. هنيجي هنا برده تحت القص المراسله، انا محضن تحتيه برده البخاره لدرجه ان انا مش لاقي تحضين، فبدات احضن تحت المراسلات اللي هو البخاره اهو يا جماعه، قصدي النفاخ اهو تمام اللي هو 20/6 تمام كده يا جماعه. هنلاقي ان احنا عدينا كذا حصوايه بالنسبه للقص اللي هو النفاخ، وادي برضو زغليل الحمد لله برضو نفاخ اهي فقست تمام. بوريكم بس اهو كده يا جماعه، ده الفرد النفاخ تمام، وده برضو اللي هو البخاره اهو. مش موضوع تحضين بس، موضوع ان انا سرعت شويه الانتاج في اللصوص، يعني انا كنت باخد بسحب الحصى من هنا كان بيقعد فتره على ما تبدا اللصوص ان هي
التبيض، فده كان بيعطل شويه معايا الانتاج. فالنهارده ان شاء الله هنقدم للحمام بتاعنا وجبه حبه البركه اللي هي متعارف عليها بالحبه السوداء. دي مهمه جدا جدا مع الحمام بتاعنا يا جماعه، لان هي فعلا بتحتوي على مجموعه كبيره من الفيتامينات ا وب وس، تحتوي كمان على مضاد للسموم اللي احنا كلنا بندور عليه اللي هو نتيجه التغذيه او الميه الملوثه. فعشان كده لازم ان احنا نقدم مضاد سموم للحمام بتاعنا. هنلاقيه طبعا في حبه البركه، بيحتوي كمان على عناصر معدنيه اللي هي امواج كالسيوم، المغنيسيوم، الحديد، المنجنيز، الفسفور. وطبعا دي مهمه جدا، وخاصه الفسفور والحديد والكالسيوم اللي احنا كلنا بندور عليه. الكالسيوم عايزينه طبعا للنوتي عشان ما يحصلش حاله العرق نتيجه البيض، ان هي طبعا بتحتاج لكالسيوم زياده، فطبعا ده بيتوفر فيه عنصر الكالسيوم. والحديد والمغنيسيوم والفسفور اللي هو طبعا بنحتاجه بالنسبه للذكوره عشان نزود بيه الانتاج او نسبه الخصوبه وما يبقاش فيه عندنا بيض رايق. حبه البركه كمان بتقي حمامك من جميع الامراض التنفسيه، يعني مش هنلاقي طبعا صوت الحشرجه اللي احنا في ناس كتيره جدا بتسمع عندنا في المكان بتاعنا، صوت حشرجه، صوت كحه كده بتاعت فرد غريب التنفسي. طبعا بنلاقي فرد الحمام بتاعنا فاتح بقه. كل الحاجات دي ان شاء الله لو اشتغلنا بالاعشاب وخاصه حبه البركه ان شاء الله هنقضي عليها تماما. بتعمل على تقويه وتنشيط جهاز المناعه، يعني رافع مناعه قوي جدا، رافع المناعه اللي احنا برضو بندور عليه وبنشتريه بنلاقيه غالي، اذا كان بيطري او اذا كان بشري. ساعد طبعا على التهاب المفاصل، يعني مش هتلاقي عندك لا فرد بيعرج نتيجه طبعا السلمونيلا المفصليه او حاجه زي كده اللي هي طبعا بيبقى فيه ورم في المفاصل. ده ان شاء الله هيقضي عليها تماما. وان شاء الله دي دلوقتي طريقه تحضيرها، بنجيب كده معلقه وبنحطها او مقدار معلقه وبنحطها في الميه زي ما احنا شايفين كده، ويفضل انها تنقع ما تتغليش يا جماعه. دي كده انا بسيبها حوالي 12 ساعه، هطلع لها لليوم الثاني اللي هو بكره ان شاء الله، ونبدا نقدمها للحمام بتاعنا النهارده ان شاء الله. طبعا انا لاقيها من امبارح، فباذن الله ده كده الشكل النهائي بتاعها اللي احنا شايفينه ده. وابدا ان شاء الله اضيف عليها خل التفاح. على كل لتر يا جماعة بحط حوالي سنتي، انا عندي هنا حوالي 5 لتر، بحط عليهم غطا، ده الغطا ده مقداره 5 سنتي. ابدأ اقلب كده الوجبة بتاعتنا اللي هي حبة البركة اهي كده يا جماعة، بيبقى اللون بتاعها اسمر شوية. بقدمها للحمام بتاعي، بس مهم جدا ان احنا نقدم اي حاجة بالنسبة للحمام على عطش عشان الحمام بتاعنا يستفاد من الكمية اللي هيشرب منها الوجبة اللي احنا نقدمها. واسف جدا على الاطالة في الفيديو، بس كان مهم جدا ان انا لازم اشرح الاسباب وفوائد الاعشاب بالنسبه للحمام وخاصه عشبه حبه البركه اللي هي الحبه السوداء. وبكده يا جماعه بكون نهايه الفيديو بتاعي معاكم، يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير واشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.